هذا هو جمال بن عمر اللي دعم الحوثيين واللي اعطاهم التصريح ان بيقتلوا بالشعب اليمني ولا لا؟ صح يا جمال ولا لا؟ صح ولا لا؟ لا هذا حرية، احنا في امريكا هذا حرية، انا اعلامي وعندي حر اتكلم. هذا هو جمال بن عمر الذي كان يعقد معاد مع الحوثيين واعطاهم تصريحات لقتل الشعب اليمني. هذا هم رأس الإرهاب.